طبعا البعض يعتقد بأنها الفرقة المميزة هذه انتهى عملها، لا توكم بديتوا صح ولا لا؟ وأعتقد أن في فنانة مميزة راح تكون موجودة الحين وراح يعزفون لها، وأشوف الدفتر ما شاء الله بالألوان. لحظة، البرد الوردي هذا يعني شنو؟ عازف المنفرد السويست. والأصفر؟ الأصفر ماكن لزمات الردود عليه، الحوار اللي ما بين السولو والوتريات. جميع الألوان الجميلة، الله يعطيك العافية. طبعا بعد ما استمتعنا بالعزف الراقي جاء وقت اللمسة النسائية. نعم، وفنانتنا فنانة متميزة، لها صوت قوي ومميز، وأيضا تجيد جميع أنواع الفنون. ما شاء الله عليك، دارسة عنها يعني كل المواد. لحظة لحظة لحظة، المعلومة مو مكتوبة هنا عندي وعندك. تجيد طبعا جميع الألوان الطربية، والكثير منها إن شاء الله راح نسمعها من خلال الفرقة المميزة صح؟ صحيح، نسمع بسمة ونرجع لكم.